grande. Très grande. زواج القاصرات برشا بنات عرسوا وهم صغار معناتها اعمارهم اقل من 17 سنه العرس هذا يتم عاده في حالتين يا اما بترخيص ابوي والا للاسف برشا بنات عرسوا بالمغتصب نتاعهم بالراجل اللي اغتصبهم وهذا يتم للاسباب اللي اكيد انتم تعرفوها لكن لحسن الحظ الظاهره الثانيه هذه نحات مؤخرا في تونس بفضل القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة زواج القاصرات بقطع النظر على بعض الاستثناءات قليل باش يكون زواج ناجح جرة الاضطرابات اللي تتعرض لها البنية واللي تقعد تقاسي فيها حتى كيف تكبر وزيد على هذا موازين القوى ما بين الزوجين رجل كهل وبنية صغيرة مازالت تلعب بالعروسة حاجة ما تسهلش برشا نجاح العلاقة زواج القاصرات موضوعنا الليلة في حكاية تونسية القاصرات موضوعنا الليله في حكايه تونسيه نرحبوا بالاستاذ شكري مامي السوسيولوج مختص في علم الاجتماع مرحبا استاذ شكري الاستاذ المحامي سنه الدهماني مرحبا بك ومرحبا بالدكتور وجدي سعاده طبيب نفسي وسيكياتر مرحبا بك دكتور قبل ما ندخلوا في جوهر الموضوع ونبداو نسمعوا في حكايه ضيوفي اللي ماذا بالو كان تصفقوا لي عليهم مرحبا بك شكرا اللي قبلتوا الدعوة قبل ما نبداو نحكي ونشوفوا هالميكرو تخطوها غذية وشنو رأي توانسة في زواج القاصرات بالطبيعة لي شوي كونتخ زواج في سن مبكر امبوسيبل علاش؟ خاطر مرة ماهوش تعرس تاع طفلة صغيرة مازالت تلعب. نرى اللي في العمر هذايا الطفلة لازمها تقرا وتتعلم مش متاع عرس معناتها. أقل من 18 سنة أنا جو سوي كونتخ. 15 سنة يعرسولها يحرموها من طفولتها يحرموها من الدنيا الكل من قرايتها يربطوها براجل كونتر أنا. ولاد 15 ans شنو ديسيزيون اللي تنجم تاخذ؟ 24-25 تمام معناتها بتخمم باش تعرس كمل قرايتك تدخل تخدم سانسيغمون ابارتيغ من 24 وشخص عنده اختياراته معناها في العمر اللي يحب يعرس فيه المهم يكون فوق 18 سنه فيش ناجح سامحني 15 سنه فيش باش ينجح حتى معناها تقوم بروحك حتى باش تقوم بصغير وعائله فهمت معناش نحسوا قمع هذا وكذا في غاخة على الاخر باش ينجحوا في العرس في اللهجه هذيك كواكو جون بونس و ديز طفله تبدا عندها 15 سنه اذا كان خليتها تحرس راهي ظلمتها وقتنا وقت ووقتهم هما وقت اخر فهمتني سيبة سيرتو توا انا كنت البنيه اللي تعرس صغيره بالكل ما نقبلش خاطر مش معقول خاطر انا توا بنتي عمرها بريسك 15 سنه مازالت تلعب ما زلت تبكي ما زلت تجي في حجري كيفاش نعطيها الراجل؟ اي نعم نعطيها 15 و16 نعطيها على خاطر معناها اذا كان ما نعطيهاش وما ناخذوش ترخيص من عند الحاكم وما نسهلهاش الطفله ما قالها باش تفسد. والله نضحك خاطر كنت باش نتوجه لك بالسؤال استاذ انت سوسيولوج معناتها باش نقول لك تقريبا الاراء كلها معناتها اتفق الجماعه وانها حاجه ما تجيش بخلاف السيد في الاخر بكل اللي جاء قال اي نعم نعطيها باش البنيه ما تفسدش هل ترى العينه اللي احنا سالناها في الشارع هل ترى تمثل المجتمع التونسي نعم ام لا؟ في اعتقادي تمثل لانه وان كانت هناك اغلبيه مستوعبة المسألة إلى حد ما
مازال المجتمع في تحولاته وفي تغيراته عنده رواسب. لا مش حبيت نقول لك معناتها توا في الروبورتاج اللي ريناه تقريبا بخلاف شخص واحد العباد الكل ضد العرس مع زواج القصيرات، العباد الكل تقول لك لا 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 لا. هل ترى الروبورتاج اللي ريناه على ارض الواقع صحيح ويمثل التوانسه والا لا؟ في الاتجاه العام ضد زواج القصيرات، ولكن هذا ما ينفيش انه ثم مجموعه ما ما نقولش انا تمشي زواج القصيرات، ولكن مازال عندها نظام تاع الزواج المبكر، لانه مفهوم زواج القصيرات هو مفهوم قانوني يعني باعتبار القاصر وتحديد سن القاصر الكل هذا غير متبلور في اذهان الناس الكل. به هكايا حسب التقريب معناتها نجمش تعطينا النسبه حسب التقريب حسب رايك في المجتمع التونسي ان نسبه العائلات اللي مستعده تعرس لبناتهم وهما قصيرات حسب التقريب ولا ما عندكش حد ما نجمش نقوله، لكن ثم بعض ارقام متناثره في الجهات ولكن نسب ضئيله بطبيعه الحال يعني كنقولوا يعني. احنا ضئيله يعني انه الاتجاه العام الوسطي اللي يفوت 80% هو يكون ضد، ولكن المساله ما زالت على الاقل ثم نسب اللي هما متردده ما هيش واضحه المساله في اذهانها تماما ولكنها متوجهه نحو توا كان يرجعونا على الشاشه الرقم اللي في العالم العربي، هذا الرقم اللي نجمنا نتحصلوا عليه، وانه في العالم العربي الزواج على السبعه يتم مع بنيه عمرها اقل من 18 سنه. هل ترى ما لقيناش احنا ارقام في تونس؟ هل ترى احنا فوق النسبه هذه تحت النسبه هذه حسب رايك؟ لا لا اقل من النسبه هذه بكثير. في تونس احنا وضعيتنا اقل اقل، لانه الحالات المسجله في بعض الجهات هي تعد يعني ببعض العشرات ما تفوتش 30 بشكل عام، ولكن ثم حالات اللي هي ما تظهرش رقميا يعني اللي هي في الاسود، لانه مش كل شيء معناتها زواج عرفي تقصد ولا ماش معناتها شيء من هذا القبيل. فهمت. شيء من هذا القبيل موجود وهذا ما نجموش نخرجوه، لانه ثم ناس تقدم يعني بشكل رسمي مطالب الى غير ذلك وتصريح وكذا، وثم ناس لا وهيك عليه اعتبارا لهذا ولذلك، رغم معناتها للناس اللي تقدمت والناس ما قدمتش، فانه نكونوا بعد ياسر على هذا. لا تونس لانها اخطات خطوه واضحه في المسألة هذه منذ معناتها فجر الاستقلال انه ولنتي احنا بعاد ياسر. استاذ شنو رايك احنا بعاد ياسر على الرقم هذا؟ والله انا مانيش اخصائيه في علم الاجتماع، اما نتصور اني ربما كانت الاجوبه تكون مختلفه لو كان مشينا في وسط ريفي، على خاطر بين المدن والريف العقليه تختلف. شنو القاسم المشترك بين الريف والمدن؟ انه زواج القاصره يخضع لإرادة أو لإذن من القاضي، ربما هذاك اللي قاعد يحد من الظاهرة. ما نتصورش أن العقلية تطورت إلى درجة أنه يقعدوا يستناوا 18 سنة وبعد 18 سنة بس يزوجوا بناتهم. ربما كان ما جاش فما العائق نتاع الإذن القضائي ربما نلقاو النسبة تكون مرتفعة أكثر، ولهذا تدخل المشرع كيف ما قال الأستاذ منذ فجر الاستقلال حطينا اولا ساعه كانت البنت قبل الاستقرار هي تزوج بدون رضاها وفي اي عمر، معناها تنجم تكون عمرها 10 و12 و13 ويعرسوا لها وهي اصلا ماهيش راغبه وماهيش فاهمه. ساعه هو راهو الطفل دون 13 ما عندوش تمييز تماما، أنا ما تنجمش نحكيو عن إرادة، ما نجموش نشاوروها ونقولوا لها تحب تعرس ولا ما تحبش تعرس، هي دون 13 ما عندهاش تمييز تماما، دونك ما نشاوروهاش. ثم بعد 13 من 13 ل 18 اللي هي ديما تعتبر طفولة، السن القانوني لانتهاء الطفولة هو 18 سنة. إذا كان مش فما الإذن القضائي وما تدخلش المشرع في مرة أولى وفي مرة ثانية، خاطر كانت البنية تنجم تعرس في عمر ال 15 ولا عاود تدخل المشرع ورد بالنسبة للبنات 17 سنة باش تنجم تتزوج بإذن. ثم بالنسبة للذكور 20 سنة وقت اللي كان سن الرشد 20 سنة. ثم تدخل مرة أخيرة لتوحيد سن الزواج اللي ولا بالنسبه للذكور وللاناث 18 سنه، ولهذا انا نتصور اللي الاذن القضائي هو اللي حد من الظاهره. بالله انت محاميه في تونس ما عندكش فكره على البلدان العربيه الاخرى
فرد قانون كيفهم ولا القاصرات كيفاش؟ لا لا ما عندناش فرد قانون. كيفاش؟ تقريبا نتصور اللي تونس هو البلد العربي الوحيد اللي تدخل بالطريقه هذه، وحد من التمييز بصفه نهائيه بين الذكور والاناث، وحدد العمر اللي تنجم تتزوج. ومعناها تقريبا كما قال الاستاذ ولات حالات شاذه، راهو القاضي باش يعطي اذن راهو يلزم اسباب خطيره، ويلزم فما مصلحة متأكدة للزوجين. دكتور، كما أكدت الأستاذة يعني هناك اختلاف بين المدينة والريف، خاطر في الريف القرار مازال يعني تاخذه العيلة في كثير من الأحيان أو تساهم فيه بدرجة كبيرة. دونك وما نتصور الوضعية يعني أبرك بياسر، نحن نقابله في المؤتمرات الطبية يعني زملائنا من دول أخرى وكذا. أبرك مقارنة بالدول الأخرى يعني بالدول العربية تخصص. بالدول العربية بطبع. فهمت. باهي، قبل ما نبدا نحكي مع ضيوفي حبينا نشوفوا ردة فعل، عملنا روبورتاج افيك اون كاميرا كاشي، وحبينا نشوفوا ردة فعل التوانسة قدام كهل معرس متزوج بقاصرة، فكان التقرير التالي. ايه والله معناتها جمالا ردة الفعل كانت ساعات راهو عنيفة، معناتها والتونسي وبالاخص النساء، الرجال يغزروا يقعدوا بهتين ويمشيوا، اما النساء يتدخلوا جمله، معناتها يحبوا يبلبزوا العرس اللي هما عندهم به حتى علاقه خاطر تشوف نفسها ربما ولا تشوف بنتها. قلت لها راني انا عرس صغيره هكاك قبيلك، اي معناتها نجم نقولوا اللي هو ما نعرفش كان معناتها حاجه باهيه، وانه التونسي رافض الظاهره هذه زواج القاصرات حاجه باهيه، واكثر يكونوا رجال رافضين ايضا. مش نسى فقط يعني الرجال رافضين اكثر، معناتها اكثرهم اكثر وعي ان شاء الله. بما انه المده الاخرى والعوام الاخرى العباد الكل ولا تنجم تتكلم وتعبر بكل حريه نوعا ما، ما ظهرلكش وانه الرجال اللي هما مع زواج القاصرات واللي كانوا ساكتين قبل توا ولاو يتكلموا ويعطيوا في رايهم وينظروا بكل حريه ويدافعوا على رايهم بكل قوه، والا انا غلط؟ لا ماكش غلط، لانه كما قلت انا في البدايه ثم مواقف، والمواقف هذه فيها ما هو ظاهر وفيها ما هو كامل، واللي هي مدعومه بافكار بعقليات بثقافه ما، واللي هي في اطار تحول كامل للمجتمع. التحول هذا ما هوش متاع 10 سنين ولا 20 سنه، راه تحول ثقافي يعني استمر. انا حبيت نقول لك اللي قبل اللي كانوا حاشمين بحكايه زواج القاصرات ولاو توا ما عادش حاشمين، ولا حتى نجم تقول مطلب معناتها اطالبوا به؟
هذيك ضمن التحولات الجديدة يعني في التحولات في حرية الرأي وفي إطار بناء المجتمع الديمقراطي. فما حاجات رأي ماشي رأي معناتها. فما حاجات من نوع هذه اللي خرجت بطبيعة. ولكنها كاملة هي في الذهنية، موجودة في الذهنية. معناتها كانت يتم موجودة مخبية؟ هي مخبية في الذهنية. موجودة. أما توا خرج الشيء على برا معناتها. تخرج ولاو يعبروا بكل حرية وفي الإذاعات وفي التلفز ويخرجوا ويقولوا نحن مع هاك الراجل قال لك معناتها الكلام اللي قاله معناتها في الميكرو تروتوار قال لك انا كان بنتي ما نعطيهاش وعمرها 15 ولا 16 سنه باش تفسد مانيش فاهم كيفاش باش تفسد كعبه يغرت هي معناتها ما... هذا مرتبط بصوره الزواج في حد ذاته النموذج اللي عندهم في ذهنيتهم من الزواج انه المتزوج بالاساس هو الرجل والاطراف في الزواج الطرف الاساسي هي الاسره اما المراه ما تقريبا وكانه الامر ما يعنيهاش يوري زاد التغير العقليه على خاطر وقت اللي وقت توضع القانون العقليات ما زالت وقتها يزوجوا البنات شوف انت وقت ساعات وقت يسبق القانون ويكون صادم ساعات بالنسبه للمجتمع وتتغير العقليات بشويه بشويه في 56 وفي الستينات ربما كان كنت تعمل نفس الريبورتاج يقول لك شنو هي القانون هذا وش يهمه فيا وقتاش نعطي بنتي ولا وقتاش ما نعطيهاش والحاكم مش دخله لكن تطور العقليات معناها من الاستقلال الى اليوم يوري اللي كمان بوضع هذا القانون العقليات تغيرت. واضح، صفقوا لي على امل ضيفتي ليلى ميا، مرحبا بك امل. امل هو اسم مستعار، باش نردوا بالنا باش نغطيوك بالكدا بالكدا على خاطر انت فهمتنا مليح واحنا فهمنا مليح والصحفيين اللي قعدوا معاك برشا وقت فهموا مليح اللي لو كان تتعقل معناتها تنجم تصير كارثه في عائلتك. فبالتالي احنا باش نردوا بينا على الاخر من الناحيه هذيا. انت حكايتك كل مره نسخالها وفات ونقول ايه معناتها ونقعد بيت وتجي حاجه ما اقوى، انا نسخالها وفات وهي تجي حاجه ما اقوى. تعداوا عليك برشا حاجات بالرغم اللي ما عمرك كان 22 سنة أمل هكا ولا لا؟ حكاية أمل مباشرة بعد هذا الفاصل.